السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة الحصول على أدوات بعد أن شرحت لكم طريقة تنزيل وعمل جيل بريك لآيوس 9.0.2. فبالطبع بعد القيام بعملية الجيل بريك ستحتاج إلى أدوات، فطريقة الحصول على أدوات متكاملة سهلة جدا، فقط تقوم بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو، يعطيك كل الأدوات التي توافقت مع الجيل بريك الأخير. كما ترى أمامكم العديد والعديد من الأدوات التي تظهر أمامها عبارة USB اللون الأخضر. فهنا يظهر لي 20 سكند لوك سكرين، فعلى ما أعتقد هذه الأداة تجعلك تنظر إلى اللوك سكرين الخاصة بك 20 ثانية دون أن تقفل، إذا كنت يعني قمت بتعديلها أو غير ذلك، والعديد من الأدوات. هنا أداة الأنشور، هنا أعتقد بأنها التي تقوم بتثبيت الأيقونات ليس تتاليا في الشاشة الرئيسية، ولكن مثل أندرويد تثبتها أو تضع الأيقونة الخاصة بأي تطبيق في أي مكان تريده، مثلا صفحة يوجد بها الفيسبوك والمسنجر، فقط تجعل المسنجر أقصى اليمين الأسفل والفيسبوك أقصى اليسار في الأعلى، لا يوجد أي مشكلة. العديد والعديد من الأدوات الرائعة، آي فايل هنا، الآي كلينر لتنظيف الهاتف الخاص بك، العديد والعديد من الأدوات، أداة الفانتوم الخاصة بسناب شات، باور سيفر مود، هذه أظنها جديدة التي تتوافق مع وضع توفير الطاقة في iOS 9. العديد من الأدوات هنا، سوتيوز فولم، هذا الذي يجعل لك الصوت في الأعلى، يعني ليس يظهر لك مربع، مثلا تشاهد فيديو تريد أن تستمتع به وأردت رفع أو أخفاض الصوت فتظهر لك تلك المربع الكبير ويحجب عنك الفيديو، في هذه الأداة تجعله فقط دوائر في الأعلى، يعني مثل النوكيا، أداة رائعة للغاية أنصحكم بتحميل. العديد من الأدوات هنا يمكنك تصفحها، الواتساب بلس بلس تعطيك العديد من الخيارات، هذه تغيير اللون وغير ذلك، يعني العديد من الأدوات هنا، هذه الأداة تغير لك شكل الشاشة الرئيسية، هذه الأدوات التي تظهر أمامها هذه العلامة وليست باللون الأخضر، فهذا يعني أنها لم تتوافق بعد أو يقومون الآن بتطويرها. أنصحك فقط بتحميل الأدوات التي أمامها عبارة خضراء، فلا تدري ربما يعني تحدث مشاكل لهاتفك iOS. إذا هكذا كل فترة ومن حين لآخر، طبعا سأنزل شروحات لأدوات السيديا وسأريكم يعني كل أسبوع مثل ما كنت أفعل في iOS 8 الأدوات الرائعة وطريقة عملها، ولكن حاليا إذا كنت تريد بعض الأدوات فيمكنك الدخول إلى هذا الموقع وتنزيل بعض الأدوات التي تحتاجها. شكرا لحسن متابعتكم، أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تبخل علي بالنقر على الزر لايك وكذلك سبسكرايب، إلى اللقاء.